الو، اهلا حبيبه، كيفك حبيبه؟ لا اكيد رح نظهر ومنسهر ومنفطر. الله معك حبيبه، باي باي. عفوا يا اخي، اذا ما بصير ازعاج، كاني شفتك عم تحكي من الساعه. هيدي ساعه سلولار انا مخترع. شو الحكي؟ يعني عفوا، يعني بتستعملها مثل ما بتستعمل الموبايل عادي؟ مثل السلولار. والله شيء حلو. والله شيء حلو. طيب تبيع؟ يا خي ما في شيء محرم على البيع. طيب واذا بدك تبيعها قديش بدك حقها؟ والله طالب من الله 50,000 ليرة. 50,000 كثير. اف لا مستغرب يا اخي، يا كلها تشقفت ساعه. هلا هيدي السلولار بتسميع ساعه؟ خي طول بالك نتفاهم. يا خي ما بدي بيع. اخي 20,000 والله صراف. ما بدي بيع. طيب 25. 25 هلا بجيب لك اياهم. هل عني ها؟ اخي تعال كلها تاخذ كمان ساعه. هل عني؟ تعال والله اسمع هات الغراب، هات الغراب. لك نزلها شوي. هل عني؟ لك نزلها نحكي بس. اخي ما بكون غير رضيان، ما بكون غير رضيان. يلا. تعال. لك والله تعال. هل عني ها؟ اهلين سعيد، الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. لك احذري اليوم شو شفت. شو شفت؟ انا واقف على الموقف، في واحد واقف جنب مني رن موبايله، ما لقيته غير رفع ايده هي ورد من الساعه. شو ها؟ ايه رد من ساعته. عم يحكي من الساعه؟ ايه والله اخترع، صار يخترع الساعه موبايل. بده 50,000 ليرة. بيني وبينك تستاهل، بس إذا الموبايل صار حقه 50,000، أنت فاوضه شوي، بركي بيعطيك إياه 25. لوك قلت له هذا الرقم عالي كتير، قام انزعج مني وحمل حاله وراح على الاختراع. الله يصلحك أنت كمان، خذ رقمه وبركي مفاوضه على 25,000. مش لحقت آخذ رقمه أنا، دغري أخذ شنتي وقعد بهالميكرو ورا. بس لا تنسى هي ساعة موبايل، يعني بدك تعتبرها موبايل. إيه والله بتستاهل. شو بعرفني؟ هذا اللي صار. شو بدك تعمل لنا أكل؟ يعطيك العافية. أهلا، الله يعافيك. في عندك سكر؟ إيه طبعاً عندي سكر. أعطينا كيلو. كيلو على عيني. يلا. الو حياتي، ايه لا بعدني بسوريا. ايه لا كيف دار البيدر؟ تمام. شو عم بقولوا على طرابلس ولعاني ولعاني السهرة؟ ايه لكن الاولاد قطعتي لهم الليمون ترانشات؟ ايه والفروجة حطيتيها بالفرن؟ يلا ديري بالك. ايه لا على الكاسليك داري معلوم، نعملنا جاوة هيك نولع. يلا باي باي حياتي، باي باي. يلا خينا. مرحبا. عليف زلان، بعد اذنك. تذكرتني؟ لا ما تذكرتك، انا من يومين وقفتك على الموقف هون كنت عم تحكي انت على تذكرتك. انا حابب فوضك عليها. فوضني على شو؟ على الساعة السلولير. برجع بقول لي ساعة سلولير، هي سلولير بكتوب عنا سلولير. هيدا بفوضك عليها لأنه ساعة وسلولير نفسه. سلولير هيدا ساعة سلولير، هاي برافو عليك. طيب شو رأيك ب 25,000 ليرة؟ 25,000 ليرة شو؟ سوري؟ يا حبيبي ما بدي بيع، ما بدي بيع، ما بدي بيع، خلص ما بدي بيع. 25 ما بدي أشتري. إيه أستاذ وين شاريت؟ ايه تفضل، هاي السكرات. ايه سلم الايدين. اهلا وسهلا فيك. يعيشوا الديات. يعني متنح على 50,000؟ لك متنح، مو راضيان ينزل على 50,000 ليرة واحدة. معناتها بتسوى،
فيها ميزات أحسن من الموبايل. حطها بإيدك وبلا هم هالموبايل. اسمع مني، اتصل فيه، اتصل فيه بسرعة. يعني شو بدي أحكي معه؟ ما معي رقمه. لك ليش ما أخذت رقمه؟ يخرب بيته، لسه ما لحقت أحكي معه كلمتين، عصب وضاش وحمل الشنطة تبعه وحمل حلورة. اسمع مني، حط بجيبتك 50,000 ليرة وبس تشوفه فورا اشتريها منه. هيك قلت. لك أهلين وسهلين. أهلين، والله صار لي يومين واقف هون عم استناك. يا خي أقل من 50,000 ليرة سورية ما ببيع. أنا شو قلت لك؟ ما رح تكون غير رضيان؟ إيه سيك هاي 50,000. وينا؟ ها؟ ناولني الساعة. هلا أنت عيني حبيب قلبي. إيه بس بدي أجربها الأول. لا بعطيك إياها تجربها. خو جربها. إيه يا زلمة يومين وأنا عم دور عليك. دقيقة بس أحكي تليفون مع مرتي. عم بيرن؟ ألو؟ مرحبا حبيبتي، شلونك؟ خبريني عن حكيكي. لك لا من الساعة إيه اشتريتها؟ يا بتجنن. لك وخفيفة ولا بتحسي فيها؟ ما في وزن وصوت بيطير العقل. ايه عم بسمعك مني. ايه يلا رح ألغي المشوار كله جاي لعندك. ايه يلا ماشي يلا باي حبيبتي. باي. ايه شوها بتطير العقل الساعة. الله يخلي لي هيك. لا بتاع فرح دول 50,000 نسيت الشناتي يا حبيبي. هدول بطاريات السلولير بدك تاخدهم معك وين ما روحت. روح حبيبي روح.